قفزات ملموسة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء، قفزات حققتها الدولة المصرية ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز واستغلال مقوماتها المختلفة. مشروعات قومية وتنموية عملاقة نفذتها الدولة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية ومجتمعات عمرانية حديثة، فضلاً عن مد الطرق والجسور والأنفاق لتعبر محاور التنمية وتربط شرق سيناء بغربها وأيضاً بالدلتا ومختلف محافظات الجمهورية. ومن ضمن إنجازات الدولة بناء محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وهي واحدة من أكبر محطات معالجة المياه في العالم، مشروع يستهدف دعم الرقعة الزراعية وتوسعة مساحتها واستغلال كل قطرة مياه في عملية التنمية. وفيما يتعلق بقطاع النقل، تم تنفيذ 5000 كيلومتر من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها، في حين تم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، بجانب إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه. وعلى صعيد مشروعات توفير الكهرباء والخدمات الحكومية بسيناء ومدن القناة، تم توصيل التغذية الكهربائية ل1.5 مليون مشترك حتى نهاية يوليو 2023. فيما يخص التنمية العمرانية في سيناء، تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير المناطق غير المخططة. وعلى صعيد جهود تنمية الفرص الاستثمارية بسيناء، بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة 401.9 مليار جنيه منذ 2014 حتى 2023. الثلاثين من يونيو، ثورة استعادة الهوية من جماعة إرهابية راهنت خطأ على عدم وعي المصريين بمصلحة بلادهم. وخلال أحداث الثورة لم يبخل المصريون بغال أو نفيس من أجل وطنهم، وفي المقدمة جناحا الأمة، رجال القوات المسلحة وشرطة. وتجلت عقيدة القوات المسلحة الراسخة في ثورة 30 من يونيو في الحفاظ على مقدرات الوطن، ولبت نداء الشعب لحماية البلاد من الجماعة الإرهابية. وقامت القوات المسلحة بدحر الإرهاب وتمشيط بؤر التنظيمات الإرهابية لتطهيرها من العناصر الإجرامية، خاصة في سيناء. وقدمت القوات المسلحة والشرطة المدنية مئات الشهداء والمصابين من أجل استقرار الوطن وإعادة السيطرة. تضحيات المصريين أمام إرهاب الجماعة الإخوانية لم يتوقف على رجال الجيش والشرطة فقط، بل كانت وساماً على صدر العديد من أبناء الشعب المصري، خاصة من أبناء سيناء، الذي لا يمكن لأحد أن ينسى الحادث الدموي البشع في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 350 شهيداً داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة، أو تنفيذ سلسلة من الاغتيالات مثل النائب العام الراحل هشام بركات من أجل إرهاب العدالة لعدم اتخاذ أحكام قضائية ضد قادة الجماعة الإرهابية. وقدمت القوات المسلحة والشرطة عدداً من خيرة أبطالهما فداءً للوطن. سطر الشعب المصري في كتب التاريخ صفحات مشرقة تقود الأجيال إلى درب البطولة والتضحية والفداء، ليسيروا عليها بخطى وثقة نحو تحقيق الأمل والتنمية المستدامة وحلم الجمهورية الجديدة التي يستحقها كل مصري.